اي واحد باش فين واحد القضيه ما عجبوش المحتوى من حقه يدير ديزلايك معلوم لا غير باش لا باش نصحوا انا باش نصحوا انا دابا انا راه ماشي انا كنعتبرك بريئه 100% السلام عليكم ومرحبا بكم على تاني فيديو جديد. المهم الخوات قبل ما نبداو خليو لي شي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الا درتي لايك راه ما تفوتي حتى شي حاجه. ولا كنتي اول مره كتشوف القناه دير شير للقناه تفعل معاك الجرس باش الا كانت شي حاجه جديده توصلك انت الاول. وما تنساش الخوات خليو لي التعليق الزوينه ديالكم. يلا نبداو. هذه الطريقه باش غادي نطفيو الضوء. يلا كون في الضوء عميد عميد ما فيش اللي نوضي في الضوء زف عليه بالصندالة مغاربة خطا حشومة العيالات والله وي سعيد واش العيالات كيديروا معاكم وقت وكيجيو فوق خويا كنوجه واحد النداء للعيالات الله يرحم ليكم الوالدين الا درتو معانا الزوج اجيو في الزوج ماشي الزوج هي الربع عندكم الله يرحم ليكم الوالدين اللي باغا تمشي للصالون تمشي ليه مع 10 الصباح والله يرحم ليكم الوالدين العيالات راه عيب وعار دابا نبقاو نتسناو عندنا دابا خدامه نبقاو نتسناو هاد الخدمه هادي بقى العروسه ما دخلاتش نقفه باقي ما جابش الماطريه ديالها حشومه عليكم العيالات كدير معاهم واحد الوقت راه خاصكم تجولوا في هذاك الوقت راه تابعين لنا ناس اخرين عندنا مسؤوليه اخرى والله يرحم ليكم الوالدين حسن شوف فيا احنا باقيين داوين فيه دابا باقي نداوين فيه اش باين العيالات والله حتى حشومه عليكم عودوا جوا بكري الا كنتو بغي دايرين معكم الناس مع الربعة في العرس نتوما خاصكم جوج تكونوا وجدوا راسكم ولا ثلاثة باش يلا تخرجوا مع الربعة ولا فين عمرك العيالات كيضبطوا الوقت ديالهم نهائيا ديال الثقافة الجنسية تقرا خاصة تدرس هاد المادة التربية الجنسية A few moments later واخا ولدي عزيز عليا دا ولدو باش يذبحو اش قال لولدو يا اسماعيل ولدي بغيت نذبحك وبك غنصدق الرؤيا اش قال ليه ولدو قال لي يا اباتي افعل بما تريء بي صدق الرؤيا شوف شوف الاسلام كي كان شوف وسير عند ولدك دابا دور قول ليه اوليد راه بغيت نذبحك حلمت اش غنقول لك توالي تزمل في اللم هذاك الشيء كان بكري الوالد ما بقاش هذا الشيء ابو غطات يبدا هو حيت هو اللي ديف خاص عندك خفتي سير بدا تيبو بين لي بدا لو تنشهر مختو ندون بيد ضيعتو ما يبقاش عقلي محتار ما يبقاش عقلي محتار دوبي انا تبيتو هدا كل ما تمنيتو اعتبري ما لاباس يا اختي على المرا شيخه واش راكي دايره راني سكرانه ما لاباس مقلب خروج الريح هنايا غير جوج خطواتين من لهنا للسباته بالزربه راه واجده حنا نهزو معاك 40 درهم ويانا بزاف هذا دريقل اخويا هذا دريقل معانا شنو هذا الشيء؟ شنو؟ هذا الحزاقه هاي كرش اخويا ما شكيت عليك والله راه هاي الكرش مرايض راك عارف اخويا راه كاملين تنحزقوا يا دار الحزاقه ديال الله سير صعيب في حالتك بارك الله اسمح لنا اخويا الله يسهل عليك اسمح لنا اهلا وسهلا كيدير صافي اسمح لنا اخويا عليا انا حاسق عليا الوقت واش حاسق عليا انت اسمح لنا اخويا الله يسهل عليك صافي اسمح لنا ما كذب انا شنو دابا تهزنا ولا لا اسير في حالك شي تهز لي ولا نهز لك بعد مني هزنا هي اللعيبات اخويا الله يسهل عليك راه عادي اخويا راه كلشي تيحزق راك عارف دابا اخويا صافي امشي بحالي قول لي شي فحالاتك اصاحبي الموتور ما بغيتي تفهم انايا راه جوج واحد خينا طلبات منه صح فش مليون وقول لها امين لا قال لي 15 عام وانا كنصلي احسس احسس نضرب من ربي مهم نعيمه ما لقيتي مع عمك العلوي غير مع المغاربه قال لك حيت رمل لا تعليه يعلى ويرجع لساسو وقليل الاصل لا تربيه يكبر ويرجع لناسو
قلت ليك أمي نايمة جبتي الله راسك النحل. أصبح الله الحاج. حاج لقى فيه البلية. بين الحاج بقى اللي كان زاويني بصغر مضاربة في الحمام العيالات. شحال مرة وقع شي تدخل مشي للحمام العيالات تقول مسحوا حوايج كون بوليس غير يدخل شي وحده طايحه ولا شي حاجه تلبسوا حوايجهم بعدا تلبسوا حوايجهم راح تغفر الله تسمع زيدوا البوليس لا ما تدخلوش بلاتي اسدوا الباب بلاتي تدخلوا وتلقاهم كيفاش دايرين دوك الشعوره ديالنا ديال دوك الطلاطه بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي النساء المغربيات في الحياه الشعبيه الجميلات توما زوينين نضحك معكم زوينين في الحمام كي تكونوا اختي يجمعوا عليك ندخلوا معكم احنا شفناكم شي مره ولا جوجكم ولا يجمعوا عليك تكونوا خويبين داك الشعر داك الكنشاجه عندكم حركه الولاد بغيت غير نعرف دابا البوليس شنو دخلهم للحمام ديال العيالات يعني الرجاله بوليس راه كاينين تبارك الله البوليسيات على الجد يدخلوا هما يشوفوا الرجال اش دخلهم للحمام ديال العيالات ما فهمتش انا تبيعوا العجله ولا تلعبت المهم غاسي راه خليها من هنا لا والله ما كيعرف يصور من هنا اللي اقسم بالله انا بعدا صاقت داك المره ديماري الله يرحمك المهم من هنا اللي هما الناس كلشي ما غاديش تدوز ديالك العالم كيشوف رجع شوف شو الخلعه شو الخلعه شو الخلعه خاص لي قلبو 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 طلع طلع شوف اسال بون انا ابيض طويل سميتي عبدو الظفار بالنسبه لهذا يعني بحال نقولوا رقيق الى سبورتيف طول طويل وي دونك سا مارش هذا مكان وعندي دوزيام اني ماستر مزيان كنميل للخضوع للانثى يعني كنبغي السيطره ديال الانثى كومبليتمون كنبغي التفوق ديال الانثى كنبغي الانثى تكون قويه ليا وصحح مني يلا ما تنوع عودي لي لك نتي الطول ديالك الفورما الى اخره الكيسيون هي كاين واحد الجون واحد النوع ديال الدراري اللي سبميسيف و سومي يعني البيرسونتي ديالهم ضعيفه و كيعتبر الدريه شي حاجه كيعتبر الدريه شي حاجه اللي قويه عليه كيبغي ينفذ لي زوردو ديالها ويكون خدام ديالها داخل لافوك وخارج لافوك واحترمها بيان سور بالنسبه لك انت واش كيعجبك وكتايد القضيه انه يكون عندك خدام بيرسونالي شخصيته ضعيفه وينفذ لي زوردو ديالك ولا لا مع العلم كنتمنى تقولي وي وكنتمنى تعجبك هذه القضيه لانه عندي لك خدام بيرسونالي من دابا اللي هو انا اللي بيان سور اول حاجه يحترمك واش هذا كيهضر مني ينفذ لي زوردو ديالك داخل لافوك وخارج لافوك ويكون خدام ديالك وما غاديش تسمي ظلمتيه راه هو اصلا كيكون فرحان هكا دونك بالعكس تسمي درتي معاه مزيان دونك واش كتعجبك هاد ليدي ولا لا لانه ممكن ابارتيغ من دابا يكون عندك خدام بيرسونيل الا ما كانتش كتعجبك هاد ليدي وما ما عجبكش هاد السوجي قول لي نو ما عجبنيش راه غنحترم الراي ديالك غير هو راه غاديش تخسر خدام بيرسونيل دونك فكر مزيان راه ولا شي حاجه ولا شي لا لا غير باش نسال علاش بغينا الحجر الله يهديك واش هذا كيهضر من نيتو زعما باش تخسري خدام ديالك هذا الشيء هذا اللوينه شاد الزونه لا باكور اللي عندي اي واحد غيبش فيه واحد القضيه ما عجبوش المحتوى من حقه يدير ديزلايك معلوم لا غير باش لا باش نصحوا انا باش نصحوا حنا دابا انا راه ماشي انا كنعتبرك بريئه 100% انا كنعتبرك محظوره من طرف هاد الزوبعه اللي داروا عليك وهاد القيامه ولكن اي واحد وانا كنقولها من هذا المنبر مادام اليوتيوب داير لايك وديزلايك الا هو مثلا انا ماشي ما عجبنيش هما حيدوا ديزلايك كاع هما حيدوا ديزلايك دابا تحيدات من اليوتيوب تعالي اختي شبولك غير تعالي اذا انت باش نشرحوا للناس المشكل لا اي واحد بغى يدير ديزلايك من حقه من حقه امي نعيمه كيسبوك في التعليق حيدي التعليق وهني راسك ماشي من حقه يسب ويقذف ويضرب في العرض ولاني هذا السرطان انا قلت غير اللي دار لي ديزلايك الله يعطيه السرطان في صبعو زعما داك السرطان اللي قايس الناس كيعذبهم حتى هو العاني منه هذا نوع من ضرب الفعل ولكن مازال كتعاود فيه ام نعيمه ام نعيمه الله يهديك لكن هو ام نعيمه ما غاديش تعاودها مره لا حاشا لله ما تعاود لا عاودي ام نعيمه من مره اخرى اللي عاودتي راه تتقلبي على الحبس عاوديها مره اخرى علاش ما كديرش الفلتر يعني الراجل يكون في ديك 3 سنين على الاقل
ولكن ميكونش كبر مني باش العقليه بغي يكون عنده 40 عام 40 31 32 50 لا كثرتي بزاف فاطمه والله 50 60 لا كي كان بين زوينه تديروا شي اختي الفلتر علاش وما كنديروش الفلتر باش الناس يشوفونا على حقيقتنا يعني الراجل سبيطار هاد خيتي هادي وحق الله المهم الخط قصنا دخلت الفيديو كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم الى عجبكم ديروا لايك او بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الى شي اول مره كتشوف القناه دير اشتراك القناه فعل معمار الجرس وما تنساوش الخط تخليو لي تعليق الزوينه ديالكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر السلام عليكم.